سمعتم كثيرا عن مدرسة تبعين في حي الدرج في مدينة غزة، والآن انظروا إلى هذه الصورة. ما لا يقل عن 19 مخربا من حماس والجهاد تم تصفيتهم داخل هذا المجمع. ابتعدوا عن أكاذيب حماس ومكتب إعلامها الحكومي برئاسة الكذاب إسماعيل ثوبتة، وخلونا نحكي عن الحقائق. جيش دفاع وشباب استهدفا مخربين من حماس والجهاد عملوا داخل مقر عسكري تم وضعه داخل مجمع مدرسة تابعين في حي الدرج. هؤلاء الإرهابيون قاموا بالترويج لمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع وضد دولة إسرائيل انطلاقا من المجمع الذي تم استهدافه. عملية الاستهداف تمت من خلال 3 قنابل دقيقة، والتي وحسب الجهات المعنية والمختصة غير قادرة على إلحاق هذا القدر من الدمار الذي يتطبق وتكرير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. قبل الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة من شأنها تقليص احتمالية تعرض المدنيين لأذى. حماس كعادتها تخرق بشكل ممنهج أحكام القانون الدولي وتعمل انطلاقا من المآوي المدنية، مستخدمة المجتمع المدني في غزة دروعا بشرية لأنشطتها الإرهابية. فيا للعار، كفوا كذبا وتضليلا. ونصيحة مني لكل الكذابين الذين يروجون كل الأكاذيب صباح مساء من ساعة الصباح وحتى الآن: حبل الكذب قصير، ونحن سنكشف الأدلة والمعلومات الصحيحة والمؤكدة، وسيتم فضحكم على ما تبثونها وتصدرونها من أرقام مبالغة فيها ومن أكاذيب.